السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث عظيم جعل الإمام الألباني يسجد لله شكرا وفرحا عندما صحح هذا الحديث. ما هذا الحديث؟ اسمع. يقول أنس رضي الله عنه: أتى أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: يا رسول الله، علمني خيرا. فقال له الرسول: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فعقد الأعرابي أربعا على يده ثم مضى، فتفكر فرجع، فابتسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: تفكر البائس. فقال الأعرابي: يا رسول الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه لله، فماذا لي؟ فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: يا أعرابي اسمع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أعرابي، إنك إذا قلت سبحان الله يقول الله صدقت، وإذا قلت الحمد لله يقول الله صدقت، وإذا قلت لا إله إلا الله يقول الله صدقت، وإذا قلت الله أكبر يقول الله صدقت، ثم قل اللهم اغفر لي فيقول الله قد فعلت، اللهم ارحمني فيقول الله قد فعلت، اللهم ارزقني فيقول الله قد فعلت. فعقد الأعرابي سبعا على يده ثم ولى. حديث عظيم والله، يستحق بأن الألباني يسجد لله شكرا لهذا الحديث العظيم. إذا قلت سبحان الله يقول الله صدقت، وإذا دعوت يقول الله قد فعلت. أسأل الله رب العرش العظيم لكل من ينشر هذه السنة، لكل من ينشر حديث النبي، الفردوس الأعلى من الجنة، وانشر كلام حبيب.